السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتحدث عن شهر رمضان المبارك. رمضان هو الشهر المبارك الذي يصوم خلاله المسلمون من بزوغ الفجر حتى غروب الشمس. يعد هذا الشهر فرصة للعبادات والصلاة وسيلة الرحمة وقراءة القرآن، ويقوم خلاله المسلمون بالأعمال الخيرية وبتقديم التبرعات والصدقات. يبتدئ شهر رمضان المبارك عند ظهور القمر بشكل هلال، وينتهي عندما يعود إلى الشكل ذاته ليعلن قدوم شهر عيد الفطر المبارك في شهر شوال. يعد شهر رمضان التاسع من الشهور الهجرية. ميز الله تعالى هذا الشهر بالأجر المضاعف في جميع العبادات، فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وكل عام وأنتم بخير. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. مبارك عليكم الشهر، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا اسمي جود من الصف الرابع. كل عام وانتم بخير بشأن شهر رمضان الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سيف المنصوري، أهنيكم بقدوم شهر رمضان المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Mm-hmm.